شكرا لك مجيد. تواجه فصيلة دببة العسل في كمبوديا خطر الانقراض في الوقت الذي تجهد فيه منظمات حماية البيئة في توفير محميات لها في موطنها الأصلي كمبوديا. وكذلك في ضوء مطالبات لحكومة بنوم بنه بتوفير مزيد من الإجراءات الكفيلة بإنقاذ هذه الحيوانات الأليفة. معركة أخرى ضد الانقراض تخوضها فصيلة فريدة من الدببة في العالم، دب العسل، أحد أصغر أنواع الدببة حجما، يعاني في موطنه الأصلي كمبوديا من انحسار بيئته الطبيعية بسبب ازدياد عدد السكان، وكذلك من كثرة صيده لفرائه ولحمه الذي يطلبه حديث الثراء في البلاد. هذه الدببة الشهيرة ببقعة بيضاء في صدورها وبألسنتها الطويلة التي تستخدمها في لعق العسل من خلايا النحل الغائرة عميقا في جذوع الشجر، يأسرها الإنسان أحيانا بهدف تربيتها في البيوت كحيوانات أليفة يلاعبها الأطفال، ولكنها سرعان ما تترك لمصيرها بعد أن يكبر حجمها لتقع ضحية الصيادين والمنتفعين. منظمة تطلق على نفسها اسم الحرية للدببة تقيم جنوب العاصمة بنوم بنه أكبر محمية لدب العسل في العالم، تقوم فيها على رعاية 84 منها جرى إنقاذها من الصيادين وتجار الفراء والمستفيدين من عظامها في صناعة مستحضرات الطب البديل التقليدي. نطالب الحكومة بالمزيد من القوانين الصارمة التي تمنع تجارة الدببة عبر الحدود وإنشاء المحميات المحظورة على الصيادين ونشر الوعي بضرورة مقاطعة المأكولات التي تستخدم في مكوناتها لحوم الدببة. وفي الوقت الذي جهدت فيه منظمة الحرية للدببة في تدريب فرق إنقاذ وتوعية لحماية دببة العسل، فإن أعدادها ما زالت في تناقص مستمر. ويقول خبراء في الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة إنها باتت على شفير الزوال من هذا الكوكب إذا لم تتدخل هيئات حماية البيئة بشكل فاعل وجدي.